السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طلاب وطالبات التعليم المستمر، حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي. نستكمل موضوع الدرس إثراءات. أهداف الدرس، نسترجع الدروس السابقة، أن يميز الطالب والطالبة المذكر والمؤنث، أن يكتب الطالب والطالبة جملا تحوي المفعول به، أن يشارك الطالب والطالبة في حل التدريبات. نستعد، نسترجع درس المذكر والمؤنث. هيا نتذكر المذكر. أحسنتم، نعم، إذن هو كل ما يدل على ذكر ويشار إليه باسم الإشارة هذا. المؤنث كل ما يدل على مؤنث ويشار إليه باسم الإشارة هذه. إذن المذكر هذا محمد، هذا طالب. المؤنث هذه فاطمة، هذه طالبة. الآن نقرأ التدريب، نملأ الجدول حسب المطلوب. إذا نقرأ الكلمات ونصنف المذكر والمؤنث. أحسنتم، نتشارك. فاطمة نستخدم اسم الإشارة. هل نستطيع أن نقول هذا فاطمة؟ نفكر. أم هذه فاطمة؟ أحسنتي، نعم. إذن مؤنث، مؤنث. إسماعيل، هيا نفكر، هذه إسماعيل أم هذا؟ أحسنت، نعم. إذن مذكر. عيد، أحسنت، نعم. إذن مذكر هذا عيد. كبش، كبش، أحسنتي، بارك الله فيك، نعم، مذكر. قصة، أحسنت، مؤنث. إبراهيم، هيا نفكر، أحسنت، يا من قلت مذكر. الأم، أحسنت، نعم، مؤنث. الأضحية، أحسنت، نعم، مؤنث. بارك الله في الجميع. المطلوب أن أقرأ العمود الأول والعمود الثاني والثالث، ثم أقوم نشاهد هنا كلمات العمود ألف، نقوم بإيصال الكلمة بما يناسب من العمود باء، ثم ما يناسب من العمود جيل. ننطلق.
أحسنت. نبدأ. الجندي. نصل الجندي بما يناسب من العمود الثاني. الجندي، ما صفة الجندي؟ هل هي المثمرة، الشجاع، طالعة، الكبيرة؟ هيا نفكر. أحسنت، نعم، الجندي الشجاع. نكمل من العمود الثالث. أحسنتم، يحمي الوطن. الشجرة، هيا نفكر. أحسنت، نعم، المثمرة. نكمل الجملة، ما بها؟ أحسنت، خيرها وافر. المدينة، المدينة، نعم، الكبيرة، ما بها؟ شوارعها واسعة. وأخيرا الشمس. أحسنت، الطالعة، ضوءها ساطع. بارك الله فيكم. جمل، أختار الكلمة المناسبة نضعها في الفراغ. أحسنتم، إذن نبدأ الجملة الأولى. فراغ الأم على راحة أبنائها. ماذا تفعل الأم؟ يعالج، تسهر، يحرث. أحسنت، نعم، إذن تسهر، تسهر الأم. الطبيب المرضى، الطبيب المرضى. هيا نفكر، ما وظيفة الطبيب؟ أحسنت، يعالج، يعالج الطبيب المرضى. فراغ الفلاح الأرض. تبقى، نعم، يحرث. ماذا يفعل الفلاح؟ يحرث الفلاح الأرض. نقرأ المطلوب من هذا التدريب. أحدد وألون الأسماء المؤنثة. الجميع بوضع إشارة، دائرة، خط، تلوين. إذن نقوم بقراءة هذا التدريب وتحديد الأسماء المؤنثة. انتهينا. كيف أستطيع أن أحدد؟ أستخدم اسم الإشارة هذه. إذن
الاسم المؤنث، هل هو صبي، مدفأة، صباح، غسالة، جبل، نعامة، صقر، امرأة. هيا نفكر. أحسنت يا من قلت مدفأة، هذه مدفأة. كلمة أخرى، كلمة أخرى، هل أستطيع أن أقول هذه مصباح؟ إذا ليست اسم مؤنث. أحسنت، نعم، غسالة، هذه غسالة. كلمة أخرى، أحسنت، نعم، هذه نعامة. كذلك امرأة، هذه امرأة. اختار الإجابة مما بين القوسين، نقرأ ونحدد الإجابة بوضع خط أو دائرة. أحسنت، نتشارك الإجابة. هذا فراغ يساعد الطبيب. الاختيارات، هل هي الممرضة، الممرض، الشرطي؟ نلاحظ استخدام اسم الإشارة هذا، هذا يشار به إلى من؟ المذكر أم المؤنث؟ أحسنت، نعم، للمذكر. الطبيب، من يساعد الطبيب؟ هل هو الممرض أم الشرطي؟ أحسنت، نعم، الممرض. هذا فراق يقرأ نشرة الأخبار. هذا، إذن المطلوب مذكر أم مؤنث؟ أحسنت، نعم، مذكر. المذيع، المعلمة أم الطالبة؟ أحسنتم، إذن المذكر، المذيع. هذا فراغ يخطط البناء. نفكر، هذا، هذا استخدم للمذكر. نكمل، من يخطط البناء؟ هل هو الحداد، المهندس، النجار؟ نلاحظ جميع الأسماء مذكر. نفكر، من يخطط البناء؟ أحسنت، نعم، إنه المهندس. هذه فراغ تشرح الدرس. إذن هذه، هذه يشار بها للمؤنث. نفكر، المعلمة، المعلم، الدرس. أحسنت، الإجابة المعلمة. بارك الله في الجميع. نقرأ السؤال، نشاهد أن هنا الأمثلة للمؤنث. المطلوب أن أحول المؤنث إلى مذكر.
أحسنتم. خرجت المعلمة من الفصل، عند تحويل الجملة إلى مذكر تصبح هنا أخاطب المؤنث. أحسنتم، نعم. خرج المعلم من الفصل، قرأت الفتاة القصة. أحول الجملة إلى مذكر، أحسنت، نعم. قرأ الفتى القصة. تحدثت الطالبة عن حب الوطن، المطلوب أن أحول المؤنث إلى مذكر. نعم، أحسنت. تحدث الطالب عن حب الوطن، الطالبة المتفوقة محبوبة. أحول الجملة إلى مذكر، المذكر من الطالبة، الطالبة تصبح، أحسنت، نعم، الطالب المتفوق محبوب. بارك الله في الجميع. مع أن نسترجع أسلوب النهي، إذن نستخدم لا الناهية زائد الفعل المضارع وتظهر على آخره السكون. نشاهد لا تسرف فعل مضارع، ولا هنا تجزم الفعل المضارع بماذا؟ بالسكون. لا تسرف، نشاهد هنا تظهر السكون على آخر الفعل المضارع. نشاهد هنا هذه الصورة، المطلوب أن أعبر باستخدام أسلوب النهي. هيا نفكر أولاد. إذن لا تضرب، نشاهد هنا زميلك. الصورة الثانية تتحدث عن الإسراف في الماء، نستخدم أسلوب النهي، لا الناهية لا تسرف، ونضبط آخر الفعل المضارع في الماء. نشاهد هذه الصورة تتحدث عن الولد، نستخدم أسلوب النهي، هيا ننهى عن هذا السلوك، لا تقطف الأزهار. نشاهد الفعل المضارع بعد لا الناهية مجزوم بالسكون. إذن لا ننسى ضبط الفعل المضارع بعد لا الناهية. نقرأ هذا التدريب ونختار من بين الاختيارات الكلمة المناسبة للفراغ. لا فراغ عملا نافعا مهما صور. هيا نفكر، نشاهد الكلمات، ما الكلمة المناسبة؟ تسرف، تؤخر،
تؤجل، تحتقر، تعجل. أحسنت، نعم. إذن تحتقر، لا تحتقر عملا نافعا. فراغ، لا، إذن هنا لا الناهية. فراغ عمل اليوم إلى الغد. أحسنت، نعم. تؤجل مع ضبط الفعل المضارع، لا فراغ في اللعب. إذن لا تسرف في اللعب. فراغ، لا فراغ صلاة عن وقتها. أحسنت، تؤخر. إذن نلاحظ الأفعال المضارعة بعد لا الناهية، ضبط آخر الفعل المضارع بالسكون، المطلوب أن أحول الفعل. نشاهد هنا: اشرب، اكتب، العب، اقطف. إذن أفعال أمر، المطلوب أن أحول الأفعال من أمر إلى النهي. نفكر في قاعدة النهي. إذن لا الناهية فعل مضارع مجزوم بالسكون. أحسن، لا تشرب بسرعة. نلاحظ الفعل المضارع بدل الناهية ضبط آخره بالسكون. أحسنت، لا تكتب على الجدار. لا تلعب في الشارع. لا تقطف ورد الحديقة. نقرأ الجملة ونحدد الأسلوب، هل هو أمر، نفي، نهي؟ نفكر. لا تهمل واجباتك. إذن هنا لا تهمل. أحسنت، نعم، نهي. الجملة، نختار الجملة التي تحتوي على أسلوب نهي. إذن لابد أن تحتوي على لا الناهية والفعل المضارع. المجزوم بالسكون. هيا نفكر. إذن الإجابة هي لا تساهم في نشر الشائعات. نسترجع معا المفعول به. هيا نفكر. إذن هو اسم يدل على من وقع عليه فعل الفاعل، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نسترجع معا. نقرأ ونحاكي المثال. إذن المطلوب زيادة مفعول به مناسب مع ضبط أواخر الفعل والفاعل والمفعول به. يقرأ
الأب هنا يقرأ الأب الصفيحة، الصحيفة عفوا، يقرأ الأب الصحيفة. قاد السائق بهدوء، إذن المطلوب زيادة مفعول به مناسب. قاد السائق ماذا؟ السيارة، السيارة. باع التاجر بثمن قليل، إذن المطلوب زيادة مفعول به مع ضبط المفعول به. قاد السائق السيارة، إذن باع التاجر، باع ضبط الفعل، التاجر الكتاب بثمن القليل. حسنا، يدخل المعلم بعد التلاميذ، يدخل المعلم بعد التلاميذ. هيا نفكر، مفعول به، يدخل المعلم الفصل بعد التلاميذ. شارك المدير في الحفل، نضيف مفعول به، إذن شارك ضبط آخر الفعل. شارك المدير الطلاب في الحفل. يستذكر الأخ بعد العصر، يستذكر، نضع الحركة، الأخ الدرس بعد العصر. إذا نلاحظ ضبط الفعل والفاعل دائما مرفوع بالضمة والمفعول به منصوب بالفتحة. المطلوب هنا أن أستخرج الفعل والفاعل والمفعول به. قرأ التلميذ قصيدة، إذن الفعل، أحسنت، قرأ التلميذ قصيدة. نظم الشرطي السير، أحسنت، نظم الشرطي السير. أنجز المهندس المشروع، أنجز المهندس المشروع. أعدت الأم الطعام، نعم أعدت، الفاعل الأم الطعام. اشترت سميحة حاسبا، الفعل اشترت سميحة حاسبا. المطلوب أن أضيف مفعول به في المكان الخالي. أخذ الولد ماذا؟ أحسنت، كتابا. صعدت الفتاة الدرجة مع ضبطه بالحركة. قرأ عامر القصة، يأكل الأرنب الجزر، يضع السمك البيضة. بارك الله في الجميع. أقرأ هذه الكلمات وأجعل هذه الكلمات مفعول به. المسجد، المدينة، اللغة، القراء. جملة بحيث تكون هذه الكلمات مفعول به. إذن نشاهد المسجد أصبح
مفعول به، نظف العامل المسجد، زار الرجل المدينة. تعلمت الطالبة اللغة العربية. حفظ الطالب القرآن. لاحظ المفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. نسترجع، إذا دخلت ال على كلمات أولها لام كتبت اللامان معا. مثال: ال دخلت على ليمون أصبحت الليمون. نسترجع معا، حب المشي في الجو، الكلمة التي كتبت بشكل صحيح هي دخلت ال على كلمة مبدوءة بلام كتبت اللامان مع وضع الشدة. فراغ طائر طويل الساقين. أحسنت، نعم، نشاهد الشدة على اللام الثانية. فراغ في الشتاء طويل، الكلمة التي كتبت بشكل صحيح بعد دخول ال عليها وهي كلمة مبدوءة بلام الليل. ونشاهد كتبت اللامان معا مع ظهور الشدة على اللام الثانية. الرسم الصحيح لكلمة لحم بعد دخول ال عليها هي كلمة مبدوءة بلام. إذا نشاهد هنا كتبت اللامان مع ظهور الشدة على اللام الثانية. كذلك ليل، ما الرسم الصحيح؟ أحسنت، نعم، إذا دخلت ال على كلمة مبدوءة بلام ماذا يحدث؟ هل تكتب بلام واحدة؟ كتبت اللامان معا. أحسنت، نعم، اللامان معا. نسترجع القاعدة كتابة، إذا دخلت ال على كلمة مبدوءة مثل ليمون تكتب اللامان معا، تكتب اللامان معا مع ظهور الشدة على اللام الثانية. الواجب استرجاع الدروس السابقة بكتابة خريطة مفاهيم مع ذكر بعض الأمثلة. انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.